يعني unbiased there are many hypothesis testing problems for which a uniform most powerful test doesn't exist. بحكي لك عن hypothesis testing problem. ما إلها uniform most powerful test to restrict the class test. بقدر إني أقيد class test. At find uniform most powerful test in the restrict class. بقدر إني أوجد لها uniform most powerful test. والإشي الجدير بها والإشي الجدير بهذا الشيء هو unbiased test. Definition: a test of omega naught. H1 لما كانت بتنتمي لأوميجا 1. It's called unbiased test. هاي الشروط اللي عندي. Tan or equal alpha. F الثيتا بتنتمي لأوميجا نوت. والشرط الثاني power function للثيتا greater than or equal alpha. F alpha بتنتمي لأوميجا 1. معنى آخر إنه الباور فانكشن under H1 greater than الباور فانكشن under H0. وهالشيء شو نوار بس شوي هيك علق شوي. طيب أول شيء موضوع الأمبايرز يعني للكل التعليق موضوع الأمبايرز هو جاي من لما أو من بداية الفصل من لما بلشنا من بداية الفصل اللي كنا مركزين على ما يسمى بالموست باورفول تيست. بعد هيك مر معنا يونيفورم موست باورفول تيست. لاحظ كلمات نفس الكلمات لكن ضفنا عليها يونيفورم. طبعا بالحاله الاولى كان السمبل فيرسس سمبل. بالحاله الثانيه اللي هو اليونيفورم موست باورفول تيست كان في عندي كومبوزيت فيرسس كومبوزيت. ثيتا تساوي قيمة versus H1 ثيتا. مثال أكثر من مثال ما بعرف أما مر معنا أمثلة بالتأكيد. فكانت uniformly most powerful test مش موجودة does not exist. يعني بمعنى ثاني بمشي فيها حسب نيمان بيرسون ثيرم ما قدرش أتوصل لفورمولا للبست كريتيكال ريجنال أو uniformly most best critical region أو uniformly most powerful test كله equivalent. فكان ما فيش فورمولا بقدر أصل لها فورمولا ثابتة بس تتغير الفورمولا حسب الآن لأنه لما بتأخذ يعني under H1 بصير في ثيتا إما أكبر من واحد إذا كان ثيتا لا تساوي واحد فبصير إما ثيتا أكبر من واحد أو ثيتا أقل من واحد. طيب مين بتأخذها فيهم؟ إذا أخذت أكبر من واحد على سبيل مثال إشارة statistic أقل من constant تتغير أو تصير أقل أو أكبر تتغير حسب قيمة الثيتا. فبالتالي ما أقدرش أوصل uniformly most powerful test أو معنى ثاني بنقول بهالحالة uniformly most powerful test does not exist. إذن في عنا يعني الخيار الأول إنه بتوصل آخر شيء وبقول ما فيش عندي test كويس اللي هو صفة uniformly most powerful test. لكن شو في خيار ثاني الآن؟ في خيار ثاني انه بدل لانه لاحظ هذول اليونيفورم او الموست باورفول تيست في لها خصائص معينه بنقول السايز لها الفا لازم تكون الماكس للباور فانكشن اندر اتش نوت لازم اكثر شيء تساوي الفا بالاضافه الباور فانكشن لكل قيم الثيتا الموجوده في اتش 1 لازم تكون اكبر او تساوي الباور فانكشن لكل قيم الثيتا الموجوده اندر اتش نوت. فهذول الخصائص لازم تكون متحققه. الآن بنقول حتى نقدر نستمر بالعملية يعني في الخيار الأول إنه يقول مش قادر أجيبه هذا التست كويس أو في شو في خيار ثاني يعني نعمل بنسميه ريلاكس على الريستريكشن يعني على القيود هيك نخفف شوي الريستريكشن القيود. أحد الخيارات اللي هو الموضوع اللي قدامنا اللي هو الأمبايس تست يعني بمعنى ثاني بدي أحاول أجيب يونيفورملي موست باورفول تيست لكن بكل التيست اللي صفتهم امبايز مش اي تيست موجودة لا بدي كان في عندي مجموعة هيك كبيرة كثيرة من التيست نفترض 10,000 تيست. الان هذول 10,000 تيست كلهم هذول اللي موجودات بالصايز 5% على سبيل المثال كلهم هذول اختزلتهم
لخمسين، خلينا نقول من 10,000 لخمسين تيست، شو صفتهم هذول الخمسين؟ في صفة مشتركة بينهم إنهم صفتهم أمبايز. بينهم هذول الخمسين اللي موجودات اللي صفتهم أمبايز، الآن بتحاول أوجد اللي هو uniformly most powerful test اللي هو موضوع المحاضرة الرئيسي. فزميلتكم نوار بدأت اللي هو تعريف الأمبايز تيست، متى هذا التيست بكون أمبايز؟ وبعد هيك أعتقد الجزء الثاني اللي هو uniformly most powerful test شلون نجيبها راح يكون يمكن دور لوقت لهدي أعتقد لها من جزئين. واضح؟ إذن برضو لما نقول أمبايز هدفنا نجيب uniformly most powerful test، لكن مش عارفين بالحالات اللي بكون مش موجود فيها بنركز على الأمبايز تيست بس. المجموعة اللي صفتهم أمبايز بحاول أجيب فيهم اللي هو uniformly most powerful test. يعني أعطتنا تعريف كمان نوارا باختصار، باختصارها تعريف متى بنقول التست أمبايز، لازم الباور فانكشن أندر H1 تكون أكبر أو تساوي الباور فانكشن أندر H0. يعني خذ كل قيم الثيتا اللي موجودة في أوميجا نوت وخذ كل قيم الثيتا الموجودة في أوميجا 1، الباور للثاني اللي هم الموجودات في أوميجا 1 دائما لازم يكون أكبر من الباور فانكشن لقيم الثيتا الموجودات في أوميجا نوت. فبالتالي مر معنا يمكن بالرموز بيتا، بيتا هاي اللي الباور فانكشن أندر H1، بيتا لازم أكبر أو تساوي الألفا، والألفا اعتبرها الماكس، الماكس للقيم اللي موجودة أندر H0، لأنه إذا كانت الماكس فبالتالي اللي تحت هذول راح تكون يعني الباور أندر H1 أكبر منهم كلهم. فبمعنى ثاني البيتا أكبر أو تساوي الألفا. يلا نوار Based on the above definition, the first question arises is the uniformly most powerful test is unbiased test. بقدر أعتبر the uniformly most powerful test unbiased test. Yes, ليش؟ لأنه إحنا بنعرف إنه من previous theorem إنه بيتا greater than or equal alpha، والبيتا هي the power function under H1 والألفا هي the power function under H0، وهذا نفسه اللي بعطيني تعريف الأمبايز تيست. إذا هاي اللي ذكرتها كمان إنه البيتا دائما أكبر أو تساوي ألفا. متى بتكون البيتا أكبر أو تساوي ألفا؟ لليونيفورملي موست باورفول تيست اللي مروا معلوم كلهم الباور دائما أو البيتا أكبر أو تساوي ألفا، وهذا تعريف مين الأمبايز. يعني بمعنى ثاني هل كل التيست اللي مروا معنا أصلا اللي وجدناهم هذول يونيفورملي موست باورفول تيست هل بيحققوا خاصية إنهم أمبايز؟ كلهم أمبايز. كلهم مين؟ كلهم اللي أوجدناهم uniformly most powerful test. لكن لما بنكون نحاول نوجدها هاي ما بركزش على الأمبايز تست، لا بكون التست بايز وأمبايز حتى أقدر أوصل اللي هو uniformly most powerful test. صفته هذا اللي وصلت له، صفته التست اللي وصلت له هذا لازم يكون أمبايز، لأنه الباور دائما إله أندر H1 أكبر من الباور أندر H0. هاي اللي هي نوت مكتوبة رقم واحد. تفضلي يا نور. Second question arises is that is the unbiased test is a uniformly most powerful test. احنا اعتبرنا انه اي uniformly most powerful test هو unbiased test، بس العكس مش صحيح in general. ليش؟ راح نشوف الاكزامبل اللي راح نشوفه هاي. اذا قلنا اي uniformly most powerful test هو unbiased، لكن مش بالضرورة أي أمبايز يكون uniformly most powerful test. وهذا بتزميز بتعطينا هيك مثال نوار بدأت تمر عليه بشكل سريع، لأنه هذا أعتقد المثال كل الحسابات فيه أخذناه في ليكتشر. أيوة المفروض أنها مرت وبنعرفها. يلا تفضل عشان كل حاجة. شوف example 1 let x be a random sample with size 1 from exponential with theta greater than 0. consider the following cases. عندي cases، بدي أول إشي أوجد الـ Uniform Most Powerful Test of Size ألفا لكيس 1 لكيس A كيس B، بسميهم Phi 1 و Phi 2، وبدي أثبت إنه Phi 1 و Phi 2 هن Unbiased Test. المطلوب الثاني show that إنه Phi 1 و Phi 2 not Unbiased Test لكيس C، وفي عندي Phi 3 هو بالصورة هاي، بدي أثبت إنه هو unbiased test لكيس C ويكون uniformly most. نوار
شيء انه بدنا نوجد اليونيفورم المصدر كل تيست للاكسبوننشال اخذناه بالمحاضره السابقه، انه اخذنا انه اللايكلي هود ريشيو انتي وتي كانت عباره عن السميشن لاكس اي، بس هون عندنا وان اوبزرفيشن فتي هو عباره عن اكس. واخذنا كمان باي الكي ار ثيرم انه بقدر اوجد اليونيفورم موست باورفول تيست لهاي الحاله، فطلع عندي بهاي الصوره. وبنفس الطريقه بقدر اعمل اليونيفورم موست باورفول تيست اوجده دكتور في داعي اوضح ولا اذا زملائك في عندهم اسئله يسالوا انه انا لا هذا المفروض خلص الكل بيعرفه. اقول في مونيتور لايك يهود ريشو المحاضره السابقه، مونيتور لايك يهود بالتي والتي مجموع اكس اي والمجموعه او الاكس اي عددي، وراح يكون الفاي 1 شكله هاي قدامكم اي اوكي اس بي. والله بس نقطه مهمه قبل ما تكمل يا نوال، يعني اذا بتطلع على المثال هذا اللي قدامنا في عندي الثري كيسز كلهم متعلقات بالهايبوثيسس، رجعينا لهم بس يعني هاي اتش نوت قدامك ثيتا اقل او تساوي 1 ضد اتش 1 ثيتا اكبر من 1، الكيس بي ثيتا اكبر او تساوي 1 ضد ثيتا اقل من 1، طيب الله بس عندكم كل لحظه بس نوار كملي وبعدين ارجع لها الملاحظه كملي انت معزوم عليك. بدي اوجد الباور فانكشن لفاي 1، الباور فانكشن لفاي 1 لفتت هو عباره عن احتمال اكس greater than 2.996 given theta، هو عبارة عن تكامل exponential من هالرقم للما لا نهاية، طلع عندي بهاي الصورة. بروح بفحصه عن طريق الـ first derivative، بطلع عندي increasing in theta. بدي أخذ أكبر قيمة ممكن إنه يأخذها هذا الـ power function عن under h node لما theta بتساوي 1. بعوض بالباور فانكشن لما ثيتا بتساوي 1 بتعطيني تقريبا 5%. اذا اكبر قيمه للباور فانكشن هي عباره عن 5% معناته الباور فانكشن لفاي 1 less than or equal 5% لما ثيتا for each ثيتا in h node. للكل اللي موجودين اذا في اي نقطه مش واضحه اسالوا زميلتكم، إذا شايفين إنها مثلاً قفزت على النقطة وما كانت واضحة ذهنك اسألها. تفضل يا أنوار كملي. بدي أوجد the smallest value للباور فانكشن is the infimum للباور فانكشن لفاي 1 لما ثيتا أكبر من 1، أقل قيمة ممكن يأخذ هذا المقدار لما ثيتا بتساوي 1. بعوض الباور فانكشن لما ثيتا بتساوي 1 بتعطيني 5%، اذا اقل قيمه لهالمقدار بتساوي 5% معناته الباور فانكشن لفاي 1 لثيتا greater than or equal 5% for each theta in h1. هذا يعني انه الانفيمم لبيت للباور فانكشن لفاي 1 greater than or equal السوبريمم للباور فانكشن للفاي 1. طيب انا بدي اسال يا ادم، يعني هون ليش ماخذين وحده انفيمم وحده ماخذين سوبريمم؟ انا مش شايف بس بالله بالورقه هي اي صفحه هاي؟ وبحالي ماخذين سوبريمم، يعني بنقول انفيمم اصغر قيمة ممكنة للباور لمين لثيتا 1 انفيمم او المينيمم، ها انه ما بيكون الفترات بداية الفترة أيوة. يعني بمعنى ثاني لما بقول انفيمم سواء بداية الفترة او نهايتها داخلة او مش داخلة اكسست، هاي دائما موجودة، بس اذا بنقول مينيمم
يعني زي الحاله اللي عندنا ثيتا اكبر من واحد ومدور المينيمم ما تقدرش تاخذ ثيتا تساوي واحد لان هاي مش داخله، بس الانفيمم تقدر تاخذ ثيتا تساوي واحد. طيب اذا الانفيمم هي المينيمم فاليو والسوبريمم هي الماكسيمم فاليو اعلى بتقدر. طيب ليش مره ماخذين انفيمم ومره ماخذين سوبريمم، مره اصغر قيمه ومره اعلى قيمه؟ ها لانه انا بشروط الانبايس تيست معطيني انه بيتا جريتر بيتا ليس ذان اور ايكوال الفا لما ثيتا بتنتمي لاوميجا نوت. اها فالسايز لفاي 1 لما اتش نوت ثيتا ليس ذان اور ايكوال 1 هو عباره عن السوبريمم للباور فانكشن اندر اتش نوت لما ثيتا اقل من او يساوي 1. انت بالموضوع بس اعتقد انه ما رتبتيهوش. يعني لاحظ تعريف الامبايس تيست، تعريف الامبايس بنقول بدنا الباور فانكشن اندر اتش 1 يكون اكبر او يساوي الباور فانكشن اندر اتش 1. المساله اذا كانت سمبل فيرسس سمبل دايركت ما بدهاش لا سوبريمم ولا بتهاش. يعني اذا كانت اتش نوت واتش 1 سمبل فيرسس سمبل مش بحاجه لا لانفيمم ولا بحاجه لسوبريمم. توجد قيمة الباور فانكشن اندر اتش نوت قيمة واحدة تطلع، وقيمة الباور فانكشن اندر اتش 1 تطلع قيمة واحدة، وتتأكد انه قيمة هالباور اندر اتش 1 لازم تكون اكبر من قيمة الباور اندر اتش 1. لكن وين بنحتاج الانفيمم والسوبريمم؟ لما بكون عندي كومبوزيت فيرسس كومبوزيت. اقول لك خلينا بدناش كده، نعتبر الان اتش نوت سمبل واتش 1 كومبوزيت، يعني اتش نوت في قيمة واحدة لها واتش 1 في لها اكثر من. فأندر اتش نوت رايح يطلع قيمة الباور فانكشن قيمة واحدة فقط، مش بحاجة ناخذ لا انفيمم ولا سوبريمم، هاي أندر اتش نوت. بينما أندر اتش 1 كونها الآن كومبوزيت بدي كل أو بدي قيمة الباور فانكشن أندر اتش 1 لكل قيم الثيتا أندر اتش 1 أكبر أو يساوي الباور فانكشن أندر اتش 1 تديه قيمة واحدة. فبالتالي هون حتى أضمن إنه الباور فانكشن أندر اتش 1 أكبر من الألفا خلينا نسميها لازم يكون عند كل قيم ثيتا اكبر منها. فمتى بضمن جمله واحده انه اكبر من هالقيمه؟ اذا كانت اصغر قيمه للباور فانكشن اندر اتش 1 اكبر من هالقيمه. فبالتالي شو باخذ؟ بقول الانفيمم وين قيمه اصغر قيمه ممكنه اندر اتش 1 بوجدها. اذا كانت اكبر من الالفا اضمنت انه البقيه يعني الباور فانكشن عند كل النقاط البقيه بكون اكبر من هالالفا، فعشان هيك باخذ الانفيمم. ما ضلش ولا بالحاله هاي بكون مش رايح انتهي بالمساله، بياخذ uncountable number هون uncountable number هون وظل اعمل مقارنه. فالان هاي بالنسبه للانفيمم، الانفيمم لو باخذها اندر اتش 1 حتى اشوف وين اصغر قيمه ممكنه للباور فانكشن اندر اتش 1. الان بالمقابل بدي اياها هاي اكبر او تساوي الباور فانكشن لكل قيم الثيتا الموجوده وين؟ اندر اتش نوت. لاحظ هذا المقدار اللي الباور اندر اتش 1 بدي اياه اكبر او يساوي، اكبر او يساوي من 100 الباور فانكشن اندر اتش نوت. اذا لازم اشوف وين اعلى قيمه ممكنه للباور فانكشن اندر اتش نوت. وين اعلى قيمه ممكنه؟ اذا كان الانفيمم هون الانفيمم اندر اتش 1 اكبر من السوبريمم اندر اتش نوت بكون تحققت الخاصيه اللي هي ان جنرال بيتا اكبر من الالفا. فبالتالي واحده بناخذ لها السوبريمم وواحده بناخذ لها الانفيمم. لانه يعني مين اللي اكبر بده ياخذ لها الانفيمم ومين اللي اصغر بده ياخذ لها الماكسيم حتى اضمن مقدار هون اكبر من المقدار الاخر. وركو واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه دكتور. البقيه حسام الطبيعه وينه؟ حسام بعد ما تنتهي المحاضره بعد كل مكان شوان وينك يا حسام؟ انا دكتور معك. واضح يا حسام؟ تمام واضح. يلا تفضل يا نوار. نعم. الآن البقية نشوف الحسابات تقريبا كلها المفروض إنها مرت معنا يعني والكل بيعرف يحسبها بس بلا شو لا هون في شو زيرو مش عارف. يلا مري عليهم أنت حسب ما أنت تجهز نفسك بس حاولي تسرعي. تفضل يا نوار. أوجد الباور فانكشن لفايتو. الباور فانكشن لفاي 2 للثيتا هو عبارة عن احتمال x أقل من هالمقدار من هذا الرقم given ثيتا هو عبارة عن تكامل من 0 ل 0.051 تكامل الإكسبوننشال
طلع عندي كملته بيطلع عندي بهالشكل. انا بروح بفحصه بيطلع عندي انه هو increasing in theta. حاليا حتى اثبت انه هو unbiased test لازم اوجد اكبر قيمه له under h not. اكبر قيمه للباور فانكشن اندر اتش نوت عند ثيتا بتساوي 1. عوضت الباور فانكشن ثيتا بتساوي 1 طلع عندي 5%. اذا اكبر قيمه لهالمقدار هو 5% معناته الباور فانكشن لباي 2 less than or equal 5% اللي هي الفا for each ثيتا ان اتش نوت. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني بدي اوجد الانفيمم اندر اتش 1. الانفيمم للباور فانكشن اندر اتش 1 عندما ثيتا بتساوي 1 بعوض بالباور فانكشن ثيتا بتساوي 1 بيطلع عندي 5%. اذا اقل قيمه لهذا المقدار هو 5% معناته الباور فانكشن لفاي 2 less than or equal الفا فور ايتش ثيتا ان اتش 1. هاي الشرط الثاني. فبالنهايه هو الانفيمم للباور فانكشن greater than or equal to supremum the power function which indicate إن the power function لفاي 2 لثيتا less than or equal الفا for each theta in h in h not والpower function لثيتا greater than or equal الالفا for each theta in h 1 therefore phi 2 is unbiased test for testing للcase B. شو هاي your free meeting will end عشر دقائق. كملي ما تكمليش بعشر دقائق. لا هيك بالنهاية صرتي. يلا تفضلي كملي. المطلوب الثاني عندي انه show that phi 1 و phi 2 not unbiased test لcase C. case C ايوه هاي بدنا تحاولي يعني فيها يا بدي اوجد الباور فانكشن لفاي 1 هو عباره عن الباور لفاي 1 الباور فانكشن لفاي 1 لثيتا اوجدناه وهو increasing in ثيتا لكل ثيتا اللي بتنتمي من 0 لما لا نهايه. now under h note لما ثيتا بتساوي 1 هذا simple hypothesis معناته الباور فانكشن دايركت انا بروح بوجده لما ثيتا بتساوي له قيمه واحده ما في داعي اني اوجد supremum. بروح اعوض بالباور فانكشن لما ثيتا بتساوي 1 بعطيني 5%. and under h1 لما ثيتا ما بتساوي 1 بدي اشوف اصغر قيمه الانفيمم smallest possible value of the power function is الانفيمم للباور فانكشن under h1 لما ثيتا لا تساوي 1. انا عرفت ان الباور فانكشن هو increasing من 0 لما لا نهاية increasing. اقل قيمة ممكن انه ياخذها هي approach to 0 يعني قريبة من 0 يعني الليمت للباور فانكشن لفاي 1 لما ثيتا goes to 0 هاي اقل قيمة ممكن ان ياخذها الباور فانكشن لفاي 1. بعوض بدل الثيتا 0 هذا المقدار بروح للماينس. في حد عنده سؤال؟ دكتور هاي قيمة الزيرو هلا انا بدي اجيبها مثلا من خلال الرسم ولا كيف؟ يا نور لما اوجدت انه increasing in theta رحت فحصته وطلع increasing in theta ثيتا زيرو اشتقيت وفحصت عند الزيرو طلع increasing من زيرو لما لا نهايه. نور انا حاب اعلق هون على نقطه مهمه. اول شيء قبل السؤال على يعني قبل الاجابه على سؤال مجد اول شيء هذا اللي كنت بتعلق عليه اصلا من البدايه. لاحظ لما بنقول unbiased test مسألة الأمبيرز اللي بتحكم فيها وين قيم الثيتا. يعني بمعنى ثاني زميلتكم الآن بهالفرع كم رقم هذا الفرع الثاني اللي هو بين إنه فاي واحد نوت أمبير.
بايس تيست لكيس لكيس سي. شو كيس سي؟ تغيرت اتش نوت واتش واحد، يعني صارت اتش نوت ثيتا تساوي واحد ضد ثيتا لا تساوي واحد. بينما في الكيس الاولى له نفس التست، كانت ثيتا اقل او تساوي واحد ضد ثيتا اكبر من واحد، كان امبايز. يعني كان التست نفسه اللي بنتعامل معه الان وبتحاول زميلتك تبين انه نوت امبايز، يعني بايس تيست نفسها كان بالفرع A كان امبايز. شو الفرع A بيختلف عن C؟ الهايبوثيسز اللي بتختلف، يعني وين قيم الثيتا بتختلف. فبناء يعني قيم الثيتا او شو البارامتر سبيس للثيتا، هذا مهم جدا في تحديد هل هو التست امبايز او لا. يعني ممكن يكون التست نفسه امبايز لقيم معينه للثيتا، غير قيم الثيتا بصير بايز. فهذا اللي بنحاول بهالمثال نوضحه. يعني بالفرع الاول كان اصلا بالفرع A و B كان فاي 1 وفاي 2 الاثنين يونيفورملي موست باورفول امبايز، يونيفورملي موست باورفول تست، وكونهم يونيفورملي موست باورفول تيست قلنا فبالتالي هم بيكونوا كمان امبايز. فواضح يعني لنفس الهايبوثيسيس بيكونوا امبايز، لكن بنقول خذهم الاثنين نفس. بس لاي تيست او للكيس رقم سي اللي فيها ثيتا تساوي واحد كانوا امبايز، بين انهم صاروا بايز الان. فهذا اللي بتحاول توضحه زميلتكم الان. لاحظ الفانكشن مش شايف كويس انا والله. اي صفحه هاي نوار؟ اي صفحه هاي؟ بس خمسة. هاي اربعة خمسة. طيب لاحظ الحل رقم اثنين منتصف الصفحه تقريبا تقول زميلكم فور تيست فاي 1 الباور فانكشن لفاي 1 بتغير عن الباور فانكشن لفاي 1 اوجدناه من الفرع وين؟ من الفرع ايه مش هيك كان يا نوار؟ نفسه هذا نفسه اللي قدامك ولا لا؟ نفسه، لانه ما زال التست فاي 1 نفسه. فهذا الباور فانكشن شو صفته؟ هذا الباور فانكشن بنقول which is increasing in theta for theta belong to 0 لا infinity. الان يا مجد هون سؤالك، هذا الفانكشن اللي قدامك increasing بالثيتا، شو معنى increasing بالثيتا؟ كل ما زادت الثيتا بزيد المقدار. شو بعديه احنا بدنا نحاول نوجد زي ما تقول شو بتحاول توجد؟ هذا اللي منتصف الصفحة بعد سطرين under h node مش عارف شو كانت، بتحاول توجد الانفيمم. الانفيمم لمين؟ للباور فانكشن لفاي واحد، يعني اصغر قيمة ممكنة. وللباور فانكشن لفاي واحد بنقول الباور فانكشن يا مجد لفاي واحد هذا increasing متزايد، كونه متزايد إذا أصغر قيمة إله عند أصغر قيمة لثيتا. ما هو أصغر قيمة لثيتا الآن في التست رقم C؟ من زيرو للمالانهاية، لو نقول ثيتا تساوي واحد ضد ثيتا لا تساوي واحد، فبالتالي قيم ثيتا من زيرو للمالانهاية أقول لك من ناقص مالانهاية لمالانهاية. لكن شو الدنسيتي اللي بادئين فيه؟ مش إكسبونينشال كان؟ إكسبونينشال ولا لا؟ فالإكسبونينشال قيم المعلمة أكبر من صفر دائما، لا يمكن تأخذ نيجاتيف R لأنها بتمثل أفريج أصلا، وبالمسألة معطيها يا أستاذ شوف ثيتا أكبر من زيرو معطينا. فهذا إذا الفانكشن بكون متزايد بالثيتا، أصغر قيمة إله الفانكشن عند أصغر قيمة لثيتا لأنه متزايد فيها. شو أصغر قيمة لثيتا؟ اللي هي الزيرو يا مجد. طبعا لما بتاخذها زيرو بتعوض هيك مباشره، هذا بتصير كميه غير معرفه، لكن بنستخدم الان الليمت. الليمت از ثيتا جوز تو زيرو، والليمت لهالمقدار بيطلع زيرو. فلاحظ الان الالفا كانت له للتست هذا اللي رقمه 1 فاي 1 الالفا سايز كانت 5%، لكن طلع معنى الباور فانكشن اندر اتش 1 الانفيمم له اصغر قيمه له زيرو. بنقول حتى يكون امبايز لازم كل قيمه اندر اتش 1 اكبر او تساوي 5%، لا هي طلعت زيرو، اذا هذا مش امبايز. متى صار هذا؟ هذا كان بالفرع اي امبايز. متى صار بايز التست هذا؟ لما غيرنا اتش نوت واتش 1، اتش نوت صارت ثيتا تساوي 1 ضد اتش 1، ثيتا لا تساوي 1 صارت تاخذ قيم يعني تحت الواحد وفوق الواحد، فبالتالي صارت الانفيمم فاليو للباور فانكشن له نفس التست ممكن تأخذ قيمة زيرو أو قيمة صغيرة جدا، وقيمة هاي الصغيرة جدا ليست أكبر أو تساوي 5%، وبالتالي هذا التست بصورته الحالية لهالرقم C الهايبوثيسيس اللي موجودة في رقم C هذا بايس تست ليس أمبايز.
نفس الفكره راح يكون يا نوار ما فايتو. يلا كملي كملي بس اسرع 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 خلاص مش رايحين نرجع لل نفس الفكره بالفرع الثاني الفرع طيب اللي بعده رقم ثلاث. رقم ثلاث كان معطيني تيست اصلا فاي 3 موجود هذا التيست موجود عندي وبدي اثبت انه انبايس تيست لكيس سي وبدي اشوف اذا هو يونيفورم موست باورفول تيست او لا. طيب اوجد الباور فانكشن له نفس ما يعني نفس ما تعلمنا اوجد الباور فانكشن بيطلع عندي بهذا الشكل بفحصه فهو بفحصه عن طريق المشتقة وبساوي بالصفر. بدك عن طريق المشتقة الأولى وتسوي بالصفر هيك يمكن تتعب لك شوي فيه وتحسب هالقيم كم تطلع بالضبط. تنقل المقدار وثيتا بتكون واحد باخذ قيم أكبر من واحد بعوضها بالمشتقة بيطلع عندي increasing. يعني أصفاره أصفاره رايح تكون واحد. الواحد. نرجع التسجيل مين بيسجل؟ أنا دكتور. طيب شغال التسجيل ها؟ دكتور سلطة. فانكشن كونه متناقص قبل الواحد ومتزايد بعد الواحد اصغر قيمه ممكن يلو عند الواحد عند الواحد اللي هي الثيتا كانت وين الصفحه اللي قبلها خمسة هاي خمسة الثيتا كانت شو تساوي وين الاتش نوت مش عارف مش كانت الثيتا تساوي واحد اتش نوت الثيتا تساوي واحد فاذا عند الثيتا تساوي واحد بتكون اصغر قيمه ممكن يلو هاي اللي هي الالفا
الآن عند أي قيمة أخرى على الأطراف، يعني سواء أكبر من الواحد أو أصغر من الواحد، راح تكون قيمة الباور فانكشن مالها أكبر من الواحد. فالإنفيمم إلو الإنفيمم الإنفيمم لها الفانكشن راح يكون عند القيمة واحد إلى 5%، وبقية القيم راح تكون أكبر، بقية القيم كلها أندر أتشوال، فبالتالي البيت شو راح يكون أكبر من 5%. ما بعرف إذا علقنا هون معلق بالصورة هاي أو مختلفة، لكن هاي الفكرة الرئيسية. هاي نوار تفضل كملي، شو ظل عندنا دكتور؟ أعطيني عشان أقدر أرجع. ما تقدريش تعملي شيرينج أنت؟ لا يلا اوكي يا نور. الدكتور شرح انه اقل قيمة للمقدار عند ال خلاص واضح هاي انه الباور هون بكون اعلى، يعني الباور اندر اتش 1 بكون اعلى منه اندر اتش نوت، هذا كله بالنسبه للفاي رقم 3 واضحه. طب هل هو يونيفورملي موست باورفول تيست؟ هذا التيست اتس كلير ذات فاي 3 از نوت ا يونيفورملي موست باورفول تيست للسايز الفا لاتش نوت واتش 1 اوف كيس 3، بيكوز انه فاي 1 از بيتر ذان فاي 3 وين اتش 1 لما ثيتا اكبر من 1 وفاي 2 is better than فاي 3 when h1 theta less than 1. هاي it is clear ها؟ فرق clear هاي؟ أنا شايفه مش clear ها؟ مش clear. نوار أنت بتقولي مش clear؟ نوار ولا مين؟ أحسن؟ أنا أسألك عنها؟ المحاضرة فيها أشياء يعني جديدة صراحة. هو موضوع اليونيفورم موست باور دكتور، لأنه الباور فانكشن هون عندك الأندر اتش أندر اتش 1 بكون أقل، الفاي 3 الفاي 1 عفوا الفاي 1 أقل من الفاي 3، لذلك بكون أفضل. هي هاي بنقول بيحكي هو محمد ولا مين؟ دكتور محمد. هي هاي النقطة أصلاً، هاي اللي شو اسمه على اساس بنقول اتس كلير كلير. انت الان بدك تطلع في عندك فاي 3 او جد فاي 3 في مقابل فاي 3، لما بنقول اتش اندر اتش 1 في عندي تو تيل قلنا اما اقل او اكبر. خلينا ناخذ الحاله اللي مين بقابل فاي 1 اكبر، اعتقد انها فاي 1. شو كان فاي 1 لما كانت اتش 1 ثيتا اكبر من 1؟ بشيخ تاكدوا لي منها، بس اقول لك تأكد ولا ما تتأكد. الآن ارجع لفاي 3. فاي 3 في له power function، هيو بصفحة 6 الباور فانكشن هيو قدامك محسوب. الآن هذا الباور فانكشن بصفحة 6 بدايتها، هذا الباور فانكشن إذا بدك إياه أندر أتش 1 لكل قيم ثيتا لا تساوي 1، لكل قيم ثيتا لا تساوي 1 إما بتكون أقل من 1 أو أكبر من 1. بنقول خذ حالي واحدة منهما، خذها أكبر من 1 على سبيل المثال، وارجع الان للتست. اتلخبطت الاوراق عندي انا، مش عارف مش مرتب. ارجع للتست اللي اوجدناه، كان يونيفورملي موست باورفول تيست في حاله اتش نوت ثيتا تساوي 1 او اقل او تساوي 1 ضد ثيتا اكبر من 1، بهمني اندر اتش 1 اللي اكبر من 1، فهذول بصيروا كورسبوندينج. هاي اثنين مركزين معي؟
بعدين بسلك بهال هالفصول تسليك. الله المستعان. جامع عندكم كويس، ولكن وار شو بتساوي الوار؟ خلينا نطلع من الجلسة كلها ونرجع لها مرة ثانية، غير هيك أنا ما عنديش حل. نحط ستوب في الشراء. يلا طالعين من الجلسة، نرجع لها مرة ثانية. سجل الزعبي. نعم دكتور. سجل. لا تنسي التسجيل. لا لا بسجل هو لحاله متواصل. طيب مش عارف المهم. وين؟ بس قبل شوي قطع ترى. قبل شوي قطع. قطع ولا ما قطع شو بدنا نسوي له؟ طيب دكتور. يلا يا هدير. دكتور. داخل بسمعودي. هاي نيك هوست. دكتور بصير تصبر علي شوي أجرب هالشغلة. مين اللي بحكي؟ سجل. شو تجربي؟ لا لا بدناش تجرب بس يا لا ولا تجربيش. خلص خلينا ماشيين على نفس السمش وقت التجارب. يلا هديل. دكتور عملت هوست؟ اي ميك هوست. هيك شاشة مبين عندكم المحاضرة. دقيقة يا هديل بعد ما بين ايش. لحظة. اعملي شيرينج يا هدير. مش ظاهر شيء ولا ظاهر عندكم شيء وانا مش شايفه. مش ظاهر عندكم. هسه يمكن عمالك هسه يمكن. خلاص تمام هسه. اذا تقدر تكبر الخط كبري. بداية الموضوع اللي راح أحكي فيه هو اليونيفورمي موست باورفول أمبايس تيست. لأي تيست طايب بقدر أحكي عنه أو أصنفه أنه اليونيفورمي موست باورفول أمبايس تيست أوف سايز ألفا فور تيستينج أتش نوت ثيتا تنتمي للأوميجا نوت فيرسس أتش 1 ثيتا تنتمي للأوميجا 1 إذا تحققوا عندي هذول الثلاث شروط. الشرط الأول بحكي لي أنه السوبريمم للباور فانكشن للفايف ثيتا لما الثيتا تنتمي للأوميجا نوت يساوي لي ألفا، يعني السوبريمم للإكسبكتد فاليو للفاي لازم يساوي لي ألفا. الشرط الثاني بحكي لي إنه الفاي لازم تكون unbiased. الشرط الثالث إنه لأي other unbiased size ألفا خلينا نسميه فاي برايم، إنه الباور فانكشن للفاي ثيتا لازم يكون أكبر أو يساوي لي الباور فانكشن للفاي برايم of ثيتا. بشكل عام الـ uniformly most powerful unbiased test هو uniformly most powerful test in class of the unbiased test. اذا يا هديل خلينا بس شوي. اذا مره ثانيه بنرجع للتعريف. التعريف هذا مهم اللي هو تعريف uniformly most powerful unbiased test. قلنا شو بيختلف عن uniformly most powerful test اللي مر معنا؟ قول نفسه exactly. بس الان المقارنات او لما بدي اقول عن uniformly most powerful test رايح تكون من خلال جروب جديدة فيها كل الأمبايس تيست بس، يعني المقارنة بتصير بين الأمبايس تيست فقط. مين هم هذول الأمبايس تيست اللي إلهم الباور أو البيتا أكبر من الألفا اللي عرفته وكان موضوع زميلتكم اللي هي نوار قبل شوي. فإذا هذا بنرجع للتعريف، يعني تخافش من التعريف اللي قدامك، نفس التعريف لليونيفورم موست باورفول تيست اللي مر معنا.
الصحافي اللي مر اصلا فنفسه. بس بنقول داخل الجروب هو الرقم ثلاثة في غلطة يا هديل. الباور لفاي ثيتا أكبر أو ثيتا لكل ثيتا بلونج تو أوميجا 1 أوكي. بعدها ذات التوقع ثيتا فاي أكبر أو يساوي توقع ثيتا فاي برايم لكل ثيتا بلونج تو أوميجا 1. بعدها وير فاي برايم is any other unbiased test with size alpha and في power تطلع عليها الصب تحت شو هاي الصب هذا رمز جديد is the power function of a test برضو بصاي مش هيخي قدامك يا هدير بس اتوقع انه بيشرح شي يعني البيت يعني لا, لا 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 هاي بصاي بصاي اللي قدامكم هاي كلها شيلوها قدامكم بصاي شيلوها واكتب مكانها فاي برايم فاي وشحطه لانه بتحدث عن فاي برايم بيقول اي امبايس تيست اخر السايز له الفا والباور له الباور له بيتا راح يكون فاي برايم اللي هي ثيتا وهي رقم ثلاثة بنقول بيتا فاي اكبر او يساوي بيتا فاي برايم الان بعدها بنعرف شو فاي برايم فما فيش بصاي هاي يمكن بالكت والبيست والمش عارف شو او كان الرمز بصاي وبعد تغير وهون انتست ما بعرف المهم بتتغير هسه في ملحوظه بتعرف يضل نفسه اي أيوة وقت تفضل انه كل يو ام بي تيست اوف سايز الفا هو نفسه يو ام بي يو تيست اوف سايز الفا من الصعب اني اوجد يونيفورملي موست باورفل انبايست بشكل عام لاي تيستينج هاي المحاضره راح نركز بس على الثيرم لإيجاد اليونيفورم لموست باورفول انبايست تيست لما يكون بيلونج تو فاينانشال فاميلي هسه قبل ما نشوف هاي الثيرم خلينا نتعرف على التو سايدد هايبوثيسيس التو سايدد هايبوثيسيس انه الباراميتر في الاتش 1 لا يساوي القيمه المعطاه في النال هايبوثيسيس في عندنا ثري كيسز الاتش نوت ثيتا اقل او تساوي لي ثيتا 1 او ثيتا اكبر او تساوي لي ثيتا 2 فيرسس اتش 1 ثيتا 1 اقل من ثيتا اقل من ثيتا 2 الكيس الثانية النال هايبوثيسيس انه الثيتا محصورة بين الثيتا 1 والثيتا 2 versus الالتيرناتيف هايبوثيسيس انه الثيتا اقل من ثيتا 1 او الثيتا اكبر من ثيتا 2 الكيس الثالثة انه الاتش نوت ثيتا تساوي ثيتا نوت versus انه الاتش 1 لا تساوي ثيتا نوت طيب خليني شوية عندك عدد إذا مرة ثانية بعد ما عرفنا شو معنى uniformly most powerful unbiased test الآن بنقول بدنا نحاول في بعض المشاكل اللي باقي أو عالق هي اللي بدنا نحاول نعالجها الآن قلنا في التستنج بشكل عام اللي مر معنا كلياته حسب نيمان بيرسون ثيوري بنقدر نجيب uniformly most powerful test وين المشاكل اللي بتظهر عادة ما بقدرش أجيبها إذا كانت two-tailed هون المشاكل يعني أحدهم two-tailed اللي مروا معنا ثيتا تساوي قلنا واحد ما بعرف أي محاضرة مرة ترجع لها مش محاضرة اليوم محاضرات سابقة ثيتا تساوي واحد ضد ثيتا لا تساوي يمكن واحد طلع اليونيفورم most powerful test مش موجود قلنا شو اللي بدنا نعمله الآن بدنا نحاول نجيب تيست كويس هو uniform most powerful test لكن المقارنة تكون داخل جروب جديدة اللي هي صفتها أو صفتهم كلهم التست الموجودين فيها unbiased الآن بعد ما عرفنا unbiased وبعد ما عرفنا uniform شو معنى uniform most powerful unbiased test هذا اللي زميلكم الآن هديل تشرح فيه الآن السؤال هل بقدر هذا uniform most powerful unbiased test أجيبه بسهولة بنقول للأسف لا مش سهل كمان تجيبه ضمن الخصائص هاي المعطية وبجروب فقط كلهم صفتهم أمبايل لأنه هون بقدرش أطبق أصلاً نيمان بيرسون ثيرم حتى أجيبه يعني اليونيفورم لأنه نيمان بيرسون ثيرم بجيب يونيفورم موست باورفول تيست أصلاً مش موجود بنقول في بعض الحالات اللي فيها المشاكل فهل بنقدر نجيبه بسهولة بنقول ما نقدرش نجيبه بسهولة طب شو اللي بدنا نعمله الآن في نظرية لحسن الحظ في نظرية متوفرة هاي اللي متوفرة على الموضوع هذا موضوع الأمبايل اللي متعلقة بالإكسبونينشال فاميلي إذا أول شيء رايح تركيزنا يكون فقط على الإكسبونينشال فاميلي يعني الدنسيتي اللي بتنتمي للإكسبونينشال فاميلي وشو التركيز الآخر
التركيز الاخر على الهايبوثيسز اللي صفتهم تو تيلز يعني من طرفين. وليش من طرفين؟ لانه من طرف واحد موجوده مش امبايز موجود يونيفورم موست باورفول تيست افضل منها افضل من الامبايز. فاذا الحالات اللي مش موجوده فيها اللي هو تو تيلد وبدنا فقط نركز كمان على الاكسبلانيشن مشان نعرف نجيب اليونيفورم موست باورفول وامبايز تيست. الان في نظريه بتعطينا اياهم دايركت يعني بدي استخدم الان تبعوا مع زميلتكم فقط بدنا تذكرون النظريه وشلون شكل كل تيست فيهم اللي هو امبايز راح يكون وشلون اجيب الكونستانت لكل تيست بس هذا بدنا اياه. اذا مره ثانيه الفاميليز اللي رايحين نتعامل معهم لازم ينتموا للاكسبوننشال فاميلي او الدنسيتيز اللي نتعامل معهم لازم ينتموا للاكسبوننشال فاميلي والحالات اللي بدنا ناخذها اللي هي تو تيلد يعني اتش نوت واتش 1 صفته الاتش نوت والاتش 1 مع بعض تو تيلد بنسميهم تو تيلد يعني من طرفين بكون خلينا نقول الاختمام. والحال وقلنا بنفس الوقت الدنسيتي اللي بنتعامل معه لازم ينتمي للاكسبوننشال فاميلي. الان اللي من حالتين هذول احصائيا خلينا نقول او بعض كتب احصاء او بعض خلينا نقول مؤلفين في الاحصاء بيركز انه التو تيل لهم اكثر من شكل مش بس ثيتا تساوي واحد ضد ثيتا لا تساوي واحد. في ثلاث اشكال لهم ثلاث اشكال اللي قدامكم هاي اللي هي بنهايه صفحه 7 وبدايه صفحه 8 اللي بدايه حتى صفحه 8 اللي بنعرفه ثيتا تساوي ثيتا نوت ضد ثيتا لا تساوي ثيتا لكن هذول اللي بنهايه صفحه 7 هيك شكلين جداد هذول كمان بنسميهم تو تيلد. لحسن الحظ كمان انه اول واحد فيهم باليونيفورم موست باورفول تيست كمان موجوده في حاله الاكسبلانيشن. على اي حال هسه بدنا نشوف انها دي حسب النظريه هاي اللي موجوده نظريه احنا كاتبينها ولا ايش نظريه؟ هسه اللي واحد فيهم موجود تفضل يا هديل كمل. انا بعدينها انا من هون لنهايه المحاضره لا حد عاد يسالني الافكار الرئيسيه الجديده حاول اوضحها ووضحتها بظل هسه زميلتكم توضح بقيه النقاط. تفضل يا هديل. بس عشان نوجد اليونيفورم مستور والانبايز لما انه الراندوم سامبل ماخوذه من الديستريبيوشن اللي باليومس بالاكسبوننشال فاميلي خلينا نشوف هاي الثيرم. الثيرم بتحكي لي انه ليت اكس 1 لاكس ان في راندوم سامبل فروم في دي اف اف اوف اكس ثيتا وير اف اوف اكس ثيتا بيلونجز تو ذا اكسبوننشال فاميلي والسفيشنت ستاتستيك سي بتساوي للسميشن اوف كي اوف اكس اي. ذن هسه بنشوف هن اليو ام بي يو لكل حاله من التو سايد هايبوثيسيس. فور تيستينج اتش نوت ثيتا اقل من ثيتا 1 او ثيتا اكبر من ثيتا 2 فيرسس اتش 1 ثيتا 1 اقل من ثيتا اقل من ثيتا 2 اليو ام بي يو تيست اوف سايز الفا راح يكون 5 تي بي او بروجكت اتش نوت يساوي لي 1 راح يكون لما سي 1 اقل من سي اقل من سي 2 و0 لما سي اقل او تساوي لي سي 1 اور سي اكبر او تساوي لي سي 2. طبعا قيم السي 1 والسي 2 هذول بطلعهم من هاي المعادله اللي هي الاكسبكتد فاليو ل 5 تي جيفن ثيتا بتساوي لي ثيتا 1 بتساوي لي الاكسبكتد فاليو ل 5 تي جيفن ثيتا بتساوي لي ثيتا 2 بتساوي لي قيمه الالفا. طب يا هديل طب ليش سابقا في المحاضرات اللي مرت معنا سابقا كنا ناخذ توقع 5t given ثيتا مثلا تساوي ثيتا نوت تساوي الفا وبس معادله واحده. شو هذول المعادلتين؟ ليش معادلتين يعني؟ لانه عندي تو سايد هايبوثيسيس مش كان بالاول وان سايد يعني طلع عندي مجهولين يعني افترض انهم 3 سايد اذا في 3 سايد لانه عندي مجهولين يعني بمعنى ثاني لما بكون معادلتين مش لانه تو سايد بكون معادلتين لانه في مجهولين بالتست في مجهولين سي 1 وسي 2 فبالتالي بحاجه لمعادلتين حتى اقدر اجيب. شو هم المعادلتين؟ بنقول المعادله الاولى مثل ما ذكر زميلكم توقع 5t given ثيتا تساوي ثيتا 1 الفا ونفس الشيء توقع 5t بس given ثيتا تساوي ثيتا 2 القيمه الاخرى برضه هاي تساوي الفا فصاروا معادلتين مجهولين. يعني الالف الان على اعتبار انها نون معلومه اللي النون رايح يظهر فيهم معادلات سي 1 وسي 2 فبدي اجيب سي 1 وسي 2 حتى 5 تي هذا اللي قدامي يكون له معنى مكتمل يعني يكون فعلا تست مكتمل. تفضل يا هدي. نفس الشيء للكيس الثاني للتو سايد فور تيستينج اتش نوت ثيتا 1 اقل او تساوي لي ثيتا اقل او تساوي لي ثيتا 2 فيرسس الاتش 1 ثيتا اقل من ثيتا 1 او ثيتا اكبر من ثيتا 2 يو ام بي يو تيست سايد الفا راح يكون عندي 1 لما تي اقل من سي 1 او تي اكبر من سي 2 و0 لما يكون تي بين سي 1 وسي 2. كمان نفس الشيء بنطلع سي 1 وقيمه سي 1 وسي 2
في هاي الإكواجن اللي هي expected value ل 5t given theta بتساوي لي theta 1 بتساوي لي expected value ل 5t given theta بتساوي لي theta 2 بتساوي لقيمة الألفا. الكيس الأخيرة إنه ال h0 theta بتساوي theta 0 versus h1 theta لا تساوي لي theta 0 في U and U test of size ألفا رح يكون على هذا الشكل. نفس الإشي كمان بس عندنا هون 2 equations اللي بنطلع منهم ال c1 و c2. يعني لاحظ شكله هذا بالحالة الثالثة 5T نفس 5T اللي معطي في الحالة الثانية. يعني إذا بدي 2T اطلع عليهم رجع لهم طبعا. إذا H0 ثيتا بين ثيتا 1 وأقل من ثيتا 2 versus نقص H0 يعني بصير خارجها. أو بدي H0 ثيتا تساوي ثيتا 0 ضد ثيتا لا تساوي ثيتا 0 التو تيست شكلهم رايح يكون نفسه exactly. يعني اطلع عليهم 5T واحد تي أقل من سي واحد وأور تي أكبر من سي اثنين والأخير شو اسمه تي بين سي واحد وسي اثنين. طيب هذول اللي قدامك exactly نفسهم بيكون. يعني لو كان معي نفس المثال بلاش أخبطكم ولا أخبط حالي لأنه لو كان معي نفس المثال هو بده يختلف الأشنوات لابد من اختلاف الأشنوات الأشوات. على أي حال كان هدفي بس أسأل هل 5T بالفرع الثاني و5T بالفرع الثالث إذا كان معي نفس السؤال بطلعوا نفسهم exactly شو رأيك يا هديل؟ يعني إذا قلت بالفرع الثاني على سبيل المثال 5T تساوي 1 T أقل من 2 أو T أكبر من 5 هل بكون هذول نفسهم بالفرع الثالث T أقل من 2 و T أكبر هاي الاكواجن بتستخدم لما اطلع السي 1 ممتاز. اذا لاحظ بالرغم انه الشكل او الصوره اللي قدامك نفسها كشكل تي اقل من كونستانت وتي اكبر من كونستانت اخر بالحالتين الثاني والثالث لكن لنفس المساله مش بالضروره يكونوا نفسهم يعني الكونستانت بتختلف لانه اصلا يعني وكمان راح يكون لاحظ H0 بالحالة الثانية ثيتا بين قيمتين بينما H0 في الحالة الثالثة ثيتا تساوي قيمة يعني بالأساس H0 راح تكون مختلفة بالحالتين. فعلي اتحال هدفي كان فقط انه بالرغم تطلع 5T بالحالة الثانية والثالثة الشكل نفسه exactly بس هو مش نفسه لنفس المسألة هو نفسه هيك شكله بس بتقول أقل من كونستانت أكبر من كونستانت آخر كم الكونستانت الأول والثاني بالحالة الأولى والحالة الثانية؟ ما بعرف اختلفوا ومثل ما جاوبت زميلتكم لاحظ أصلاً هذول الكونستانت اللي بتوجدهم في الحالة الثانية في إكويجن بتعتمد عليهم مختلفات كلية عن الإكويجنز اللي بتعتمد عليهم في الحالة الثالثة كم لي يا هديل؟ قبل ما نتطرق للأمثلة الموجودة معنا فينا نشوف النوت هون على النوت الأولى بتقول لا دقيقة يا هديل دقيقة لا 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 الرقم ثلاثة بدنا تشوفين هاي شلون بنوجد المعادلة هاي اللي من خلالها بنوجد الكونستانت رقم ثلاثة تكتب هاي قصدك بالضبط صح؟ ايوه رقم ثلاثة بالضبط هاي اللي قدام عندي معادلتين انه الاكسبكتد فاليو لل 5T جيفن ثيتا بتساوي لي ثيتا نوت بتساوي لي الفا والمعادلة الثانية اللي اكسبكتد فاليو لل 5T جيفن ثيتا بتساوي لي ثيتا نوت نفسها قيمة الالفا او تساوي قيمة الفا في اكسبكتد فاليو لل 3 جيفن ثيتا بتساوي لي ثيتا نوت عمهلك هذول لاحظ معادلتين الآن اختلفوا عن المعادلة السابقة كان في أندر أتش نوت في قيمتين محتملات خلينا نقول أو أطراف فترة بالنسبة لثيتا اللي هي ثيتا واحد كانت وثيتا اثنين هيك كنا نسميها فكنا نأخذ عندهم التوقع للفاي عند ثيتا تساوي ثيتا واحد والمعادلة الثانية عند ثيتا تساوي ثيتا اثنين والثنتين نساويهم لألفا الآن لاحظوا بالفرع الثالث أندر أتش نوت ما فيش إلا قيمة واحدة لثيتا أصلا اللي هي ثيتا تساوي ثيتا نوت يعني بمعنى ثاني إذا بدي أعتمد على أتش نوت لا يمكن إيجاد أو تكوين إلا معادلة واحدة فقط لكن الآن بيقول حسب نص النظرية بيقول حتى تجيب لأنه 5T في 2 constant بظهر فيها C1 وC2 فبحاجة لابد من معادلتين بدي معادلتين حتى أقدر أجيب فحسب هالنظرية بيقول المعادلة الأولى اللي هي توقع 5T given theta تساوي theta نوت تساوي ألفا هاي الكل بيقدر يحسبها دايركت اللي بنعرفها يعني الاعتيادية أندر أشنوت اللي هي معناتها يعني الباور أندر أشنوت لكن اطلع على المعادلة الثانية توقع T في 5T given theta تساوي
يساوي ثيتا نوت، هذا الطرف أيسرى لازم يساوي الطرف الأيمن اللي قدامك ألفا اللي معطية. إذا كانت 5% تأخذ 5% في توقع تي given ثيتا تساوي ثيتا نوت. ولاحظ الطرف الأيمن توقع تي، توقع الراندوم فيريبل تي اللي هو sufficient statistical توقع عادي، بس بتأخذ ثيتا تساوي ثيتا نوت. يعني أندرج نوت كم كانت ثيتا مثلا 10 بتأخذها تساوي 10، فإذا كان عندي exponential ثيتا يصير exponential 10. تي تي نفترض أنه توزيعها exponential 10 تكون توقعها 10 دايركت. الطرف الأيسر شو بيختلف عن الطرف الأيمن؟ طيب لا في حد بيقدر يجاوب الطرف الأيمن شو بيختلف عن الأيسر؟ الأيمن بدون الألفا انسى الألفا، بس توقع تي، بينما الطرف الأيسر توقع تي في 5 تي. ها اندبندنت، ففصلنا التوقع تاعهم. مين اللي اندبندنت ومين فصلنا؟ تي والفاي تي. من هو بيجاوب هذا؟ محمد أباب. عمو كنت كويس، هسه صرت تنزع فيها. شو تي وفايف تي اندبل؟ دكتور انه فصلت التوقع، ضربت التي في فايف تي. لا يا رجل، لا يا رجل، ما فصلناش ولا اشي يا محمد. بعدين هون لا تحكم تقول تي مع فايف تي اندبلت، شلون حكمت عليهم؟ هذو بدهم اثباتات. بعدين هاي لاحظ تي يعني زي لما بتقول اكس وفاي واف اوف اكس، هل الاكس مع اف اوف اكس اندبندنت؟ وين هاي صارت؟ لا 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 ملوش علاقه بالاندبندنت، ولا بسالك هذول من وين اجوا المعادلات، ما بسالك من وين اجوا، هاي نظريه هيك نص النظريه، هاي طبعا في لها معيار ما مشى عليه حتى جاب المعادله، ما لنا في لها. بس بقول الان شو بيختلف الطرف الايسر عن الايمن؟ وانسى وانسى الالفا. يعني شو بيختلف سؤالي؟ شو بيختلف توقع تي عن توقع تي في 5 تي؟ هذا في طرف أيمن وفي طرف أيسر، الاثنين بدنا وجودهم، والاثنين ما بعرف الاثنين ولا وين رايح تظهر بي ام سي واحد وسي اثنين. هدفي إني أجيبهم سي واحد وسي. بقول لك توقع تي الطرف الأيمن، توقع تي يعني حدد شو البي دي اف لتي، شو البي دي اف لتي، وبناء عليه شو التوقع يساوي مباشرة حسب البي دي اف. يعني في حالة الإكسبونينشال لما كانت تي صف شنت مجموع، المجموع شو كنا نقول توزيعه؟ جاما ان وثيتا، فهذا التي اللي هو مجموع جاما ان وثيتا، شو توقع التي؟ ان في ثيتا، مش هيك؟ طب والطرف الايسر شو بدك تجيبه؟ توقع تي في 5 تي. الطرف الايسر بيختلف عن الايمن على كل الرينج، على كل الرينج التي بغض النظر كم الرينج، بينما الطرف الايسر الرينج اللي بصير يتحكم فيه تطلع 5 تي اللي فوقيه، اللي فوقيه الايكويجن هاي، في عندك 5 تي تساوي 1، ولاحظ تي وين قيمها؟ اقل من سي 1 او تي اكبر من سي 2، هذا الرينج اللي بصير تستخدمه الان. يعني الان بتقول لي تي الان بتضربها في 5 تي اول شيء، بصير ما هو المقدار؟ تي ضرب 5 تي بصير يساوي تي وتحتيها صفر. متى تي؟ إذا تي أقل من سي واحد أو تي أكبر من سي اثنين وصفر أذروايز، هيك صار شكله. فهذا اللي بدك توجده التوقع. وطبعا توقع شو بصير يساوي؟ إذا كان كونتينوس بتقول تكامل تي وفي البي دي أف لتي على أي رينج بتكامل الآن؟ من ناقص ما لا نهاية، نفترض أنه من ناقص ما لا نهاية بدنا لسي واحد زائد من سي اثنين لما لا نهاية، والاثنين شو بتكامل فيهم؟ تي في جي اوف تي او البي دي اف لتي. في امثله، يلا تفضلي يا هديل. هديل كيف عربي ظل الدكتور ايش اسمه؟ انا بظل تفضلي تفضلي. النقطة الأولى إنه إذا كان عندي راندوم سامبل مأخوذ من سبيد بي دي اف، راح نستخدم هون الراندوم ماين السابقة، رح يكون 5 تي، هون ال 5 تي يساوي لي 1 لما سي 1 أقل من تي أقل من سي 2، والجاما أو جاما مش عارف شو الرمز، جاما 1 لما تي تساوي لي سي 1، جاما 2 لما تي تساوي لي سي 2، وزيرو لما تي أقل من سي 1 أو سي أكثر من سي 2. بس إذا كان كنت هذه خليني أريحكم شوي. هاي
هاي نوت واحد شو موجود شو هاي نوت واحد مش هني بنقول يعني بمعنى ثاني احنا بس بنذكرك بنذكرك انه في اشي اسمه راندومايز تيست ممكن تحتاجه في حاله الديسكريت حتى تجيب السايز اللي بالضبط بس بنذكرك انه في راندومايز تيست هاي في حاله الامبايز او يونيفورم موست باورفول امبايز تيست ما بدناش بس فهمنا كنت الوصال بدناش الديسكريت يعني اقول لك انسى الراندومايز هاي انساها النوت رقم واحد بس بالمستقبل ذكروني فيها انه انا حكيت الكوتين بس للكوتينوس يعني مش رايح اجيب لك مسائل على الديسكريت وفيها الكلام هذا ها بس تفضل النقطه الثانيه تحكي لي انه اذا كان السفشن ستاتستيك كونتينوس راندوم فاريبل والبي دي اف جي اوف تي ثيتا راح يكون عندي المعادلتين اللي هي الاكسبكتد فاليو لفاي تي جيفن ثيتا تساوي لي ثيتا 1 والاكسبكتد فاليو لفاي تي جيفن ثيتا تساوي لي ثيتا 2 بالبارت 1 بارت 2 كثير اللي اخذناها على الشكل التالي بقدر اطلعهم من خلال التكامل الاكسبكتد فاليو لفاي تي جيفن ثيتا بتساوي لي ثيتا 1 اللي هي التكامل من سي 1 لسي 2 للبي دي اف جيفن او جي اوف تي وثيتا 1 دي تي والمعادله الثانيه هي الاكسبكتد فاليو لفاي تي جيفن ثيتا بتساوي لي ثيتا 2 هي التكامل من سي 1 لسي 2 لجي تي اوف ثيتا 2 دي تي البارت الثاني رح يكون عندي معادلة الاكسبكتد فاليو لفاي تي جيفن ثيتا بتساوي لي ثيتا 1 تكامل من ناقص انفينيتي لسي 1 جي اوف تي اوف تي 1 ثيتا 1 دي تي زائد السي 2 للانفينيتي لجي اوف تي اوف ثيتا 1 دي تي ونفس الشيء المعادلة الثانية رح تكون بهذا الشكل عمالك يا حبيبي في اسئله عند زملائي معقول كل شيء هذا في اسئله هذا شو اللي ذكرته زميلتك اخر شيء نوت رقم 2 بس حتى نوضح لك ترى يعني ونسهل عليك سهل عليك لما بدك تجري الحسابات يعني بالنوت رقم 2 نهاية صفحة 9 هاي معتمدة بنقول إذا بتطلع على البارت رقم 1 إذا بترجع للنص النظرية الفرع الأول من النظرية في عندنا 5T هيو قدام تي بين سي 1 وسي 2 بكون 1 وزيرو أذر شو في تحتها توقع 5T given ثيتا تساوي ثيتا 1 هاي المعادلة الأولى لازم تساوي ألفا ونفس الشيء راح يكون في معادلة أخرى بس given ثيتا تساوي 2 ثيتا تساوي ثيتا 2 تساوي ألفا كمان فهذول رايحات يكون المعادلتين بنقول هالمعادلات هاي في طرف أيسر يساوي الألفا والمعادلة الثانية طرف أيسر يساوي الألفا الطرف الأيسر شلون بتحسبه هذا اللي ذكرته زميلكم بصفحة 10 بداية الصفحة فهي بنقول توقع 5T given ثيتا تساوي ثيتا 1 شلون بحسبه هذا المقدار بنقول يساوي ترجع ل 5T 5T هيو موجود بصفحة 8 منتصف الصفحة تقريبا يساوي 1 إذا T بين C 1 و C 2 فتوقع هذا 5T اتكامل إذا كنت تتعامل مع continuous اتكامل C 1 إلى C 2 وشو هذا الجي اللي بالداخل هذا PDF لT ونفس الشيء إذا بدك توقع 5T given theta تساوي 2 theta 2 نفسه بتكامله وشو الاختلاف بينه وبين الأول البي دي اف لتي عند ثيتا تساوي ثيتا 2 لاحظ داخل التكامل صارت جي تي ثيتا 2 بينما اللي قبلها داخل التكامل جي تي ثيتا 1 بس هذا اختلاف بالفرع بي او بارت 2 وين بارت 2 هاي بارت 2 ارجع لنص النظرية 5T 1 اذا تي اقل من سي 1 اور تي اكبر من سي 2 وزيرو طبعا ادرمت وبدك فيه بعديها اللي هم اكويجن كانت زميلتكم مره عليهم بس بنحاول كمان نوضح لك شلون تحسب توقع 5T لانه 5T يساوي 1 اذا كانت تي اقل من سي 1 فلاحظ التكامل بيبدا من ناقص ما لا نهايه الى سي 1 ومين طبعا هو انا ماخذين الحاله الاولى اللي هي ثيتا تساوي ثيتا 1 فجي تي ثيتا 1 ونفس الشيء الجزء الثاني لأنه ارجع لفايف تي نصه شلون بكون يساوي 1 إذا تي أقل من سي 1 أو إذا تي أكبر من سي 2 فهون راح يكون زائد اللي هي سي 2 للملا نهاية وجي تي كله ثيتا 1
هذا لانه كله جيفن ثيتا تساوي ثيتا واحد. المعادله الثانيه راح تكون نفسها اكزاكتلي بس ثيتا تساوي ثيتا. وبظل طبعا الكيس الثالثه هي قدامكم وهي اللي ذكرنا لك اياها توقع تي عادي اكسبكتد فاليو لتي بينما توقع تي في 5 تي هي كاتب لك اياها ماخذين تي في 5 تي شو تساوي وتوقعها شلون نحسبه بناء على هالمقدار اللي قدامك اذا كنت برضه متعامل مع كونتينوس. هدي 10 وين صرنا؟ وين هاي 10؟ خلص خشينا على المثال بس حاولي توضحي الفكره. تعبنا والله. تعبتوا انتوا ولا ما تعبتوا؟ والله تعبت انا. الاكزامبل بحكي لي انه في عندي اكس راندوم سامبل اوف سايز 1 فروم اكسبورنشال ثيتا والثيتا اكبر من زيرو بده انه اثبت له انه هذا الباي اوف تي هو اف في تيست اوف سايز 5 او 100 فور تيستنج اتش نوت ثيتا بتساوي لي 1 فيرسس اتش 1 ثيتا لا تساوي لي 1. اول شيء بساويه انا بعرف انه الاكسبورنشال ثيتا بتنتمي للاكسبورنشال فاميلي والسفشن ستاتستيك بتساوي لي سمشن. كونه هون عندي 1 اوبزرفيشن فالسفشن من خلال الثيرم السابقة بحط صيغة الـ 5T أو الـ UMQT لما يكون عندي الـ H node بتساوي لي theta بتساوي لي قيمة والثيتا لا تساوي لي قيمة اللي هي الكيس الثالثة رح يكون عندي الـ UMQT على هذا الشكل. هسه اللي بدي أعمله بدي أوجد قيم C1 و C2 sufficient statistic اللي هو بتساوي لي X توزيعه مباشرة اللي هو الـ exponential theta فالـ PDF إلو رح يكون 1 على theta هو ماينس تي على ثيتا وتي اكبر من زيرو. هسه برجع للمعادلات اللي اخذتهم بالحاله الثالثه وبصير اطلع قيم الطرف الايسر والطرف الايمن. هسه الاكسبكتد فاليو ل 5 تي اذا ثيتا بتساوي لي 1 راح تكون تكامل من زيرو هون مش من انفينيتي لانه تي عندي اكبر من زيرو من زيرو لسي 1 للبي دي اف اللي هي اذا ثيتا بتساوي لي 1 فحتى راح يكون عندي هو الفانكشن اي هو ماينس تي يعني 1 على 1 اي هو ماينس تي على 1 زائد السي 2 من انفينيتي لنفس البي دي ال فتطلع عندي قيمة الـ U1 ناقص E هو ماينس C1 زائد الـ E هو ماينس C2 وأنا بعرف إنه هذا المقدار بيساوي لي الألفا فبحط المقدار اللي طلع معي بيساوي لي 5% وبودي الواحد لهون أو بضبط المعادلة تطلع معي E هو ماينس C1 زائد ناقص E هو ماينس C2 بيساوي لي هاي القيمة. هاي أول معادلة أنا عندي متغيرين فبدي أوجد معادلة ثانية لحتى أطلع قيمة الـ C1 والـ C2. السكند اكويجن معي اي اكسبكتد فاليو للتي جيفن ثيتا بتساوي لي 1 تكامل من 0 لانفينيتي للتي اللي هي المعادله اللي اخذناها بتساوي لي 1 والمعادله الثانيه بهذا الشكل بتطلع معي هاي القيمه اللي هي 1 ناقص ال 1 ناقص زائد تي 1 في الاكسبونشال او الاي ناقص 1 ناقص سي 1 زائد 1 زائد سي 2 في ايه هو ناقص سي 2 فمن المعادله هاي اتوقع واضح ولا لا؟ واضح عادي. فبساوي المعادلتين في بعض تطلع عندي معادله ثانيه اللي هي هاي الموجوده قدامنا. اما هسه بدي اطلع قيمه السي 1 والسي 2 من خلال المعادلتين حرف تعويض او بقول هل القيم اللي معي بال اللي معطيني اياه هذا القيمه هاي والقيمه هاي تضبط اني اعوضهم في هاي او احقق في المعادلتين اللي طلعوا معي او لا. وهيك بكون تاكدت انه هذا التست عباره عن يونيفورم باور فول امبايز. بس هديل هاي في عندنا معادلتين قلنا بدنا حلهم، هذول ما بتقدرش تحلهم هيك يدوي يعني ما بتقدرش تحلهم، بدك النيوميريكال تحلهم عن طريق الكمبيوتر. فبحاجة خلينا نقول لا تدخل المعادلتين معا وتحلهم عن طريق الكمبيوتر أو كونه طلع معك معادلتين وإذا بتطلعوا صفحة 11 بدايتها فوق 5 تي في عندك وعطيك إياه. أنا كان معطيك شيء أول اللي عرض المحاضرات كان معطيك وين هاي شو ذات ذا يونيفورم تيست إز إحنا معطينك أصلا التيست فال 5 تي معطينك إياه هي بصفحة 11 بدايتها فوق بالاعلى 5 تي 1 اذا تي اقل من قيمه اور تي اكبر من قيمه اخرى. فالان لاحظ القيمه الاولى المفروض انها سي 1 والقيمه الثانيه المفروض انها سي 2 يعني اذا بتاخذهم هذول بتعوضهم في المعادله 1 والمعادله 2 هل بيعطوك الطرف الايمن يساوي الايسر فعلا في كل حاله؟ اذا اعطوك انهم الطرف الايسر يساوي الايمن في كل حاله
معناته بيكونوا فعلا هذول هم حل المعادله، لان بنقول معطيات يعني جاهزات 5 تي معطيه مش متروكه سي 1 انك توجدها وسي 2 انك توجدها، لا بنقول لك بين احنا سي 1 بتطلع هيك وسي 2 بتطلع هيك. فبالتالي اذا هذول اخذتهم عوضتهم مكان سي 1 وسي 2 المفروض يحققوا المعادله. فاذا حققوهم بتكون بكون انتهينا، اذا ما حققوهم بكون في المساله فيها غلط. فعلى اي حال اذا ما كان معطي بالمساله 5 تي شو يساوي، بتكون بالحاله هاي انت بحاجه توجده، بحاجه تحدد سي 1 شو تساوي سي 2 شو تساوي، وبالتالي بدك حل هالمعادلات النوميريكال. يعني مش دائما المسائل ترى هيك اي شيء بتقدر انت تحله، لا بالكمبيوتر بدها، وهي اذا عرفت تعملها فبر. تعلموا الماثماتيكا، الماثماتيكا ممتاز للشغلات هاي الأمور الرياضية. دكتور بالامتحان هيك زي هيك نحله على الكمبيوتر؟ لا يا زلمة دائما خايفين على الامتحان دائما. يعني يا محمد العباب نقول يا محمد، يا محمد يعني أنا بدي أجيب لك، يعني بدي أجيب لك سؤال وآخر شيء بده كمبيوتر، وما كونش أنا مجهز لك الكمبيوتر أو ما كونش مخبرك إنه بدك تكون يعني الكمبيوتر جاهز عندك، أو كطالب دراسات عليا ما بيهمنيش، المفروض انها هاي تريف اللي بتقدر تحلها بسهوله عن طريق الكمبيوتر. فانت بس بتكتب لي تحت مجرد ما كتبت المعادله بتكتب لي تحت وي نيد نيوميريكال ميثود تو فايند ذيس تو ايكويشنز، قلت هلو بس. انا بس انا صيام مثر على العباب. لا يا زلمه العباب عارف كل شيء، بس زي ما شو اسمه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. تطمن قلبه يا زلمه، الدنيا رمضان الواحد ما يتحمل بسرعة ينرفز، فهو بده يطمن. يعطيك العافية يا هديب، ويعطيك العافية يا نوار. ظل في مثال انتوا تطلعوا عليه، انا شايف تفكروش اني مش شايفه. في مثال عن نورمال يمكن سيك مثال شفته تطلعوا عليه وانتوا تحلوه، يعني تتبعوا، واذا في اي شغلة مش واضحة تبعثوا لزميلاتكم تسألوهم لانه محاضرتنا سألوهم وفهمكم اياها. اوكي في أسئلة؟ دكتور مش سؤال، إشي خارج الموضوع. يلا سؤال ممكن إشي خارج الموضوع يا زلمة. الأسبوع الجاي في امتحان، فبالتالي مش محاضرة صح؟ 100% مش راح يكون في محاضرة. تمام يا زلمة، شو احنا بدنا نضغط عليك كل هذا يا زلمة؟ رمضان الدنيا رمضان كريم، الله أكبر. يا زلمة أقول لك لولا ما صرنا يعني مجهزين الأمور، ولا الأسبوع هذا بنخليك ما فيش محاضرة مشان نريحك. بعدين هي محاضرتك انت يا عبد، انت وعبد انت ومحمد مش هيك؟ مظبوط. احنا قلنا الامتحان الاسبوع القادم كم عليه، 25 ولا 30؟ 30. دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك. ليه؟ انا صباح فطرت بيت. انا صباح. بفكر واحد من خارج المحاضره. ايوه. لا لا دكتور الامتحان قبل الفطور ولا بعد؟ احنا حددنا ساعة. ما حددنا دكتور لسه. لا لا بدنا قبل الفطور، ولا بعد الفطور الواحد ما يقدر يتنفس مش يفكر. هم بكير دكتور. لا 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 خليه قبل الفطور. لا مش بكير كثير. شو بكير يعني؟ زي هيك لا لا عالثنتين كنت. لا دكتور عالثنتين ياخذ منكم ساعتين ساعتين ونص بالكثير، بعدين ينام الواحد ساعة يصحى والنوم بالفطور ان شاء الله. عالثنتين كويس اتفقنا، الا اذا في حد عنده شغله اضطراريه يعني او ضروري. ها ان شاء الله. خلاص ثنتين ثبت عندك عالثنتين، ظل تذكرون. يا اخي صبا قطعت حبل افكارنا، وينك؟ قلنا على العلامات 30 علامه، 15 على المحاضره قلنا الشيخ، والعشره شوف المحاضرات رايح اشويك وشوي في هذول المحاضرات. مش اللي نلقاكم ما شاء الله الكل لحد الان كويس، اما اعداد لانه العلامه على اعداد المحاضره في علامات، وعلى الشرح في علامات، لانه اعداد المحاضرات مش معجبني من الكل. لحد دكتور بدنا لقاك خاصنا. لحد الان مش معجبني اعداد المحاضره، كنتوا طلاب دراسات عليا يعني ما عندكوش استعداد تتعبوا لكم شوي، ولا عندك استعداد تقعد لك ساعه لو تدور حتى بالنت او تجيب لك كتاب او تدور كل شيء بدك اياه جاهز، يعني مش معقول. مش معقول المعظم ما تعبش هاي يكون باعداد المحاضره. على اي حال البقيه تنشوف.
المهم بدي اشويك وشاويك فيها مع رمضان. اكتبت اشوف اسئله ثانيه. رمضان كريم. الله 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 كريم كمان. رمضان كريم يا رب يا رب تيسر. ايوه دكتور والله تعبنا. ايش نعمل يعني؟ مش عارفه مين اللي مشت. مشت. دكتور المهم صار اللي صار. خلص صار اللي صار. اللي عمل عمل. وانت اللي بتبعث قاعد عبد. لا تضلكش تبعث. لا تبعث لي في اللي بدك تبعث. خلص اللي بعثته بعثته. امرك امرك دكتور. خلص اللي بعثته بعثته. وانت ضبر شان فيكم يا زلمه. ما فيش وراي غيركم. وتضلكم انتم جزء. دللناكم زياده. خلص يلا ربنا يتقبل من الجميع ان شاء الله. ولا تنسونا من دعواتكم. وخلص انا بدير بالي عليكم صاحبوش. بس ادعوا لنا دعوات اخوزي. الله يسعدك. ماشي؟ الله يسعدك دكتور. يلا ربنا يسر ان شاء الله للجميع. في اسئله قبل ما نطلع. في اسئله على المحاضره.